يكون الداعية سهلا في تعامله، أن يكون حميدا في خصاله. وهذا الأمر وجدناه جليا في حياة كثير من الصالحين والدعاء. فالمحقق الخليلي رحمه الله تعالى، الشيخ سعيد بن خلفان، أيضا كانت له مواقف كثيرة، إذ إنه كما تعلمون كان من أهل بوشة، إلا أن لديه بسبب بعض القضايا والأحوال في زمانه كانت لديه بعض الأموال في سمائل، وكان هنالك أناس يأتون إلى سمائل حينها وما كانت لديهم أموال في سمائل من قبيلة أخرى، يعني يأتون إلى الأسواق، فاضطرهم الحال إلى أن يأخذوا شيئا من النخيل الموجودة في سمائل من غير ملكهم، أي من أملاك الآخرين. فاشتكى الناس هؤلاء إلى المحقق الخليلي رحمه الله تعالى ورضي عنه لتقدمه في العلم ولحكمته وفضله، شكوهم وقالوا له بأن هؤلاء يسطون على أموالنا ويأخذون منها. المحقق الخليلي رحمه الله تعالى جمع هؤلاء الناس، جمع جباههم ووجوههم، وقال لهم: ما بالكم تسطون على أموال الآخرين؟ فقالوا: لأننا نأتي من بلداننا، لكن لا داعي لأذكر القبائل ولا غيرها، قصة موجودة في كتب التاريخ، فأرمز من شاء أن يطالعها فليطالعها من كتب التاريخ. قالوا بأننا نأتي إلى السوق من بلداننا ولا نجد شيئا نأكله، فنأخذ شيئا من الرطب ومن الأموال الموجودة هنا. فقال لهم: إن الناس لا يرضون بذلك، بأن هذا الأمر محرم في الشريعة، تأكلون محرما. قالوا: ماذا سنفعل؟ فقال لهم رضي الله تعالى عنه: اذهبوا إلى المال الفلاني، إلى مال، إلى بستان سماه وكان يملكه رضي الله تعالى عنه، اذهبوا إليه، لا تأكلوا من أموال الناس شيئا، وكلوا ما تريدون وما تشاءون من أموالها. فكان هؤلاء لا يأتون إلى سماء بعدها إلا ويأكلون من هذه الأموال. وكتب الله سبحانه وتعالى حب المحقق الخليلي وحب بنيه من بعده في قلوب هؤلاء، حتى أنهم كانوا حرسا لحفيده الإمام محمد بن عبد الله الخليلي رحمه الله تعالى ورضي عنه، وكان يؤدبهم ويؤنبهم، وبقيت محبتهم في قلبه، وكان أحفاده وإلى يوم الناس هذا أحفاد المحقق الخليلي رحمه الله تعالى، مع أنهم من قبيلة وهؤلاء من قبيلة أخرى، إلا أنهم ظلوا شيوخا عليه إلى يوم الناس هذا بسبب هذه المعاملة الحسنة التي وجدوها في قلب المحقق الخليلي رحمه الله تعالى. وهنالك قصص كثيرة لعلنا سنأتي إليها في دراستنا.